طيب دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم للكورة. والحقيقة لو هنتكلم عن كأس العالم تحديدا اللطيف جدا في النسخة دي انه جمعنا كلنا احنا كعرب، جمعنا حوالين كورة، جمعنا حوالين فرحتنا لما السعودية فازت على الأرجنتين، كلنا كمان حسينا بالفخر بعد فوز تونس على فرنسا، كمان كلنا ورا المنتخب المغربي في المباراة اللي هيلعبها أمام منتخب إسبانيا النهاردة في دور 16 في كأس العالم بعد ما قدم الحقيقة أداء مشرف أمام أكبر منتخبات كرة القدم العالمية. المغاربة يكتبون التاريخ، المغاربة يكتبون التاريخ. علي علي المغاربة، ديروا ديروا الأمبيانس، شجعوا معانا وقولوا لفريقنا بان بان جان. تصدر اسم المنتخب المغربي مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم بعد تأهل أسود أطلس لدور 16 لبطولة كأس العالم قطر 2022، وحقق منتخب المغرب فوزاً هاماً على منتخب كندا بهدفين مقابل هدف واحد، وصعد للدور الثاني من المونديال على رأس مجموعته كأول منتخب عربي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز. تهتز الشباك البلجيكية، يتكسر جبال البلجيكيين. وما أن أطلق الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس صافرته معلناً نهاية المباراة حتى اشتعلت مواقع التواصل فرحاً بهذا الفوز التاريخي، وغلبت على نقاشاتها أجواء الوحدة والتضامن العربي بين المشجعين العرب، وهو ما يعكس حجم الوعي والتضامن بين الجماهير العربية رغم أنه ليس بالجديد، وتجلى في أكثر من مناسبة كروية وبأشكال مختلفة خاصة في كأس العرب في نسختها الأخيرة التي احتضنتها قطر العام الماضي. ويعتبر مونديال قطر فرصة أخرى تعبر من خلالها الشعوب العربية عن نبضها المشترك وفرحها التلقائي بأي نصر، كما أن الهزيمة تؤلم الجميع لكنها لا تكسر حماسهم وعزيمتهم. وشهدت الشوارع العربية إقبالاً كبيراً من الجماهير لمتابعة المنتخبات العربية في كأس العالم على الشاشات الكبرى في النوادي والتجمعات الكبرى وعلى المقاهي والكافيهات. وعلى الرغم من اختلافهم على تشجيع المنتخبات الكبرى كالبرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، إلا أنهم كانوا على قلب رجل واحد في تشجيع المنتخبات العربية. فالفرحة غمرت الشوارع العربية في كافة مدنها بفوز السعودية على الأرجنتين، والاحترام والتقدير والفخر بفوز تونس على فرنسا، والدعوات والأماني والدعم لمنتخب العرب المغرب في مواجهة منتخب إسبانيا في دور 16، وذلك بعدما قدمه من أداء مشرف أمام أكبر منتخبات كرة القدم العالمية.